السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتابعي اعزائي ديالنا، أتمنى تكونوا بخير على خير. كيف العادة أجينا أعجبنا في دينا مليح، هذا مرة من نواحي فقدان صلاح. اللهم بارك. أجل الموبيليار الزينين المليح الجودة، كيف العادة كنحضروا ديما الجودة. نجار روميين، انتم شوفوا تبارك الله الخيرات، جولة زينين واقفين هالفين يبغاهم. مرحبا، مع العلة يتواصل وما يكون غير خير ان شاء الله. الثمن يعني الثمن جد مناسب، الثمن 16,000 درهم للعجل، 320,000. هانتوما كما كتشوفوا العجل واصلين، اللهم بارك. هانتوما شوفوا الفصالة على العجل الآخر، تبارك الله العجل واصلين. مازال ما شهرين، هكا شهرين ونص يكون تبارك الله، كان يقولوا التيران كبار بزاف. الثمن هو 16,000 درهم جملة، اللي بغاهم مرحبا. ما تنساوش تشتركوا في القناة كيف هذا باش يوصلكم هاد النوع من الفيديوهات. واللي باغي يبيع شي سلعة مرحبا به، ما عليه الا يتواصل معنا عبر الواتساب كيف هذا. نخليكم الى حلقة قادمة ان شاء الله. اللي باغي هاد القطعة مرحبا به، وان شاء الله تكتب لشي واحد من المتتبعين ديالنا شي دار كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.